أنا أعتقد أن السادة في أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في هذا الملف يعني الحقيقة في وادي، وهم دا يفكرون في وادي آخر لما يقولون يابا تعالوا خلي التجار كلهم والكل خلي يلتحق بالمنصة الرسمية للدولة اللي هي فلتر، وخلي يطلب الدولار الرسمي من البنك المركزي. ليش السوق السوداء؟ طيب نعم على احنا وراسنا نجي نعدد تجارة مع إيران هسه لا موقفيها ولا شيء، وتجارة فلسات يبيعوها بملايين الدولارات موجودة، هاي ما تستلم من منصة فلتر. نعم تجارة مع سوريا بضائع رخيصة ويبيعوها هنا بملايين الدولارات ما تستلم من منصة فلتر. مسافر يذهب إلى إيران، يذهب إلى لبنان، يذهب إلى روسيا، بيلاروسيا، سوريا، وتطول القائمة، وكذلك إلى دراسة ومرض وكثير من الأمور مع دول كثيرة حقيقة ما داخل المنصة ممنوعة هذه. زين هؤلاء يشكلون 30 مليار دولار. نعم. مع تركيا الآن بدأت أزمة تركيا تنحل، تركيا هم باكو دولار، تعطي دينار يحول لك ليرة، لكن الفرق الآن البنك المركزي التركي بدأ يرفع السعر الرسمي مع السعر الموازي، وصل 2500 ليرة بعد ما كان 350، فبدأت التجارة التركية تعتمد دينار ليرة مع منطقية، لكن بقية الدول لا مو منطقية. هذا الدولار من وين يجيبوه؟ هل أنت قلت قنعت التجار يروحون يجيبون بضاعة من غير مكان؟ لا ما قنعتهم. زين فبالتالي هذا التاجر ده يربح ملايين الدولارات، وهذا اللي وهل تقصد بذلك أستاذ مصطفى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت غير كافية أو غير جادة مثلا؟ لا، هي المشكلة بجانب وهم دي يعالجون بجانب آخر. المشكلة أنه أكو تجارة وأكو سفر وأكو دراسة وأكو مرض مع هذه الدول، وأكو حقيقة تعاملات ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات. هاي من وين الدولار من وين؟ فالمنصة ما تبيع لهم، نعم. رسميا ما تبيع لهم، نعم. فذولا كده يروحون السوق الموازي، راح يشكلون طلب على السوق الموازي أكثر من العرض، راح يرتفع السوق الرسمي. هذه هي المشكلة. نعم. الحل واضح وصريح، وذاك هو يقول لك تعال أنا موجود، نروح هذا الملف نفتحه مع الأمريكان، عندنا تجارة وعندنا سفر وعندنا سياحة مع هذه الدول، شنو علاجها؟ نعم. هنا الأمريكان هم حيطلبون النقطة الثانية اللي ناقشها حقيقة اليوم البرلمان، وهي نقطة يابا أنتوا وين خطتكم لإيقاف هذه الفوضى التجارية؟ شنو مبادراتكم؟ شو راح تدعمون؟ شنو خططكم؟ أنتوا على متوقفون التجارة، توقفون هذه تهريب الدولار وهذا ذهاب الدولار إلى الدول إحنا كأمريكا ما نريده؟ هذا هو السؤال راح يسألوه. كون إحنا عندنا خطة، كون عندنا مبادرات صناعية، كون عندنا مبادرات طيب حقيقية. قبل الحديث عن ذلك أستاذ مصطفى، على نطاق أضيق من ذلك، السوق الموازي لماذا لا يتم أو تتم السيطرة عليه اليوم؟ لماذا هذا العجز الكبير أمام السيطرة على هذا السوق برأيك؟ يعني الطلب عليه عالي، يعني ده أحكيش الطلب اليوم الواحد يصل إلى 50-60 مليون دولار لأغراض اللي ذكرتها، تجارة مع إيران، تجارة مع سوريا، نعم. سفر إلى إيران، سفر سوريا، سفر عدة دول، روسيا، بيلاروسيا، طلب 50-60 مليون دولار هو اللي قاعد ينعرضه من المواطنين، ومن الجزء اللي يتهرب من الكاش اللي يبيع البنك المركزي ما يتجاوز 30-25 مليون دولار، فأكو فجوة بالنص، فهذا حيسبب زيادة في الطلب، فيصير مضاربات أسعار، فواصل هاي المرحلة اللي شوفيها 150-153، هذا هو السبب. أحل هذا الموضوع، نعم. أفتح الملف مع الأمريكان، نعم. أخذ سماحات، أسوي حسابات مشتركة، أستورد آني إلى إيران حاجات، أقدر أخفض هذا الضغط من 50-60 مليون دولار باليوم إلى قرابة 20-25، راح ينزل السعر جوا 145، أقدر أسيطر وأصل 138-137، أقدر بالسوق. أما الحلول الداخلية الترقيعية ما تجيب نتيجة، نعم. يجب مناقشة الملف مع الأمريكان بشفافية مثل دول الخليج. وإذا لم يناقش هذا الملف أستاذ مصطفى، البنك الدولي حذر قبل أيام، وصف اقتصاد العراق بالهش وحذر من كارثة اقتصادية في الواقع بسبب الاعتماد الكلي إلى حد ما على النفط. برأيك إذا لم يتم الذهاب إلى الجانب الأمريكي كما قلت، هل سنشهد بدء ملامح هذه الكارثة التي تحدث عنها البنك الدولي؟ وكيف؟ طبعا هو نعم أحسنتي. طبعا هو اليوم تمت مناقشة هذا الملف من قبل اللجنة المالية البرلمانية مع السيد المحافظ، قالوا له تقرير البنك الدولي والموضوع هذا حتى مع الأمريكان وفتح الملف يتطلب مبادرات،
يتطلب ورقات للتفاوض مع الأمريكان، منها مبادرة الإسكان، منها مبادرة الصناعة، خطة حقيقية لدعم الصناعة وتقليل التجارة، يعني إعادة العمل بروح المبادرات اللي كان انطلقها البنك المركزي العراقي، حتى أولاً الشكل الضغط مع الأمريكان، ثانياً وهذا المهم حقيقةً، ان انت هاي المبادرات تحرك السوق مالتك مو باتجاه النفط فقط اللي هو خارجي، يصير عندك صناعه، يصير عندك زراعه، تنويع. هذا هو تقرير البنك الدولي. البنك الدولي قال لهم انتم اذا تاخذون ديون عاليه وعندكم دولار ما موجود بالمنطقه، وايش ده تسوون؟ هل عندكم زراعه صناعه؟ تقرير حقيقي وما حد قدر يجاوبه بالحقيقه. لا، احنا حتى المبادرات الصناعيه للاسف سيد المحافظ موقفه، وتكلمنا وتحدثنا انه يجب اعاده اطلاق المبادرات الصناعيه، احنا في حاجه للصناعه، لكن البنك المركزي مستغربين الى الان ما طالق اي مبادره صناعيه منذ 8 اشهر.